تعيش الفنانة فيفي عبده حالة من القلق الشديد بعدما نقلت شقيقتها إلى أحد المستشفيات في القاهرة إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة. استعاني من مرض السكر منذ سنوات طويلة، وقد تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ولم تترك فيفي عبده شقيقتها وهي تمكث معها حاليا في المستشفى وتتابع حالتها الصحية مع الأطباء. استشعر بالقلق الشديد عليها وقررت وقف نشاطها الفني بشكل مؤقت من أجلها، وعليكم ردها على الفنان محمد علي بالصوت والصورة. اقف جنبي، تعالى مصر اهي اللي انت كلت خيرها وطلعت بره تشرب على اسيادك. اسيادك الجيش ده سيدك وتاج راسك. اوعك تفكر ولا البوليس انتوا ممكن توقعوا بعد اللي انتوا عملتوه فيهم. هم خلاص اتعلموا من الدرس اللي انتوا عملتوه. انتوا مثلتوا بجثتهم. الراجل بيقول له عطشان ساعه ينتقم. مصر عمرها ما هتخيب، عمرها ما هتخيب باذنك يا رب. واقفه 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 باذنك يا رب. يا رجاله ابن البلد ما يكلمش الرئيس بتاعه ولا يكلم الجيش بتاعه كده، يقول له سيادتك يا فندم وحضرتك يا فندم. ايه اللي ودانا بتسمعه ده؟ ده كل واحد على راسه بطحه، واحد منكم كل اللي هربان مننا على راسه بطحه. ده انتوا كلكم على بعض ما تجوش 25 واحد. انتوا هتملوا عقول الناس المصريين الموجودين ليه؟ هيصدقوكوا تاني؟ هيصدقوكوا تاني بعد عملتوا اللي عملتوه فينا وبقينا نازلين نعرس بيوتنا وانتوا تسرقوا وتقلبوا في البلد؟ يتمتوا الاطفال ويتمتوا الناس. انتوا عايزين ايه مننا؟ عايزيننا نبقى ايه؟ سوريا؟ ليبيا؟ ولو عايزين قلة أدب ده. اعتذرت الفنانة فيفي عبده عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابتها بأزمة صحية. وبعد الكشف الطبي اتضح أن فيفي عبده تعاني نزلة معوية حادة تسببت في العديد من الآلام لها، وأكد لها الطبيب المعالج أن السبب هو تناولها إحدى الأكلات غير معروفة المصدر. ونصحها طبيبها المعالج بالراحة لأيام عدة لعدم تطور حالتها، وأوصاها بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة. وهنشوف فيديو ليها وهي تأكل الفتة. أم الدنيا وبالذات الساحل الشمالي السنة دي كان ليه فضل كبير جدا أو مكسب كبير إن إحنا كلنا معيدين في الساحل الشمالي. دي أول مرة تحصل. الحال الجو رائع، فعشان كده إحنا اخترنا ما يبقاش الدنيا حر. وإمبارح كنا صايمين الحمد لله رب العالمين، والنهاردة ذبحنا الصبح. وكل الناس طبعا ذبحت. تحياتي لمصر وأم الدنيا، كل سنة هم طيبين، والعالم العربي كله كل سنة هم طيبين، وكل العرب طيبين اللي عايشين في كل اوروبا. طبعا عيد اضحى مبارك عليكم وعلينا، واللحمه بتبقى حلوه جدا زي ما انا قلت لكم، ما تاكلوش لحمه كتير. الف هنا والشفاء على قلبكم وعلى قلبنا، ان شاء الله يجعلوا سنه زي الفل. اللي عاوز حاجه ربنا يديها له السنه الجايه ان شاء الله. بحبكم قوي 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 قوي. اي سوير اي لاف يو يو لاف مي جوي وموا. ويلا بقى، ايوه بقى، خمسه موا ان كيس ان بيج هاج. من ناحية أخرى، تقوم الفنانة فيفي عبده حاليا بمتابعة حادث السرقة الذي تعرضت له على يد الخادمة التي كانت تعمل بمنزلها، والتي سرقت منها ما يقرب من 5 كيلو جرام من الذهب، وقامت بإعاقة نظام الكاميرات داخل الشقة حتى لا يستطيع أن يراها أحد وهي تقوم بجريمتها. ولم تعثر الشرطة حتى الآن على هذه الخادمة، ولم يستدل على أي مكان تتردد إليه. انا بعد ما خلصت الاونلاين بعديها بساعه بالظبط البنت الفلبينيه بتاعتي هربت، سرقتني وهربت. راضي اي دونت هابي بجد، انا مش مبسوطه خالص لاني جايه وانا مضروبه على راسي، غشتني وسبقتني وضربتني كده بسكينه في قلبي. يعني انا كنت بعملها كويس قوي قوي، متضايقه جدا جدا جدا. ما استاهلش تعمل فيا كده. مش عايزين بقول لكم ان في عين بتصدقوش تقولوا في غين، لا، او في عين اهو زي ما انتوا شفتوا، اديكوا شفتوا اتسرقت في نفس الوقت بعد ما خلصت الاونلاين فورا. ان شاء الله هترجع لي
فلوسي وهترجع لي ذهبي. انا مش عايز اقول دوت، ولكن طالما الجرايد قالت والمواقع نزلت فكان لازم اطلع لكم. بس احلى حاجه في الدنيا انها بوظت لي الكاميرات في البيت قبل ما تسرقني وتمشي. لكن عايزين تعرفوا ان ربنا كبير جدا وما فيش اكبر منه ولا ارحم منه. ان اللوج انا بعد راقصة شرقية وممثلة مصرية اسمها الحقيقي عطيات عبد الفتاح، ولدت يوم 26 ابريل عام 53 في محافظة المنوفية لأسرة فقيرة. كان والدها يعمل شرطيا برتبة سول في إدارة مرور القاهرة، حيث عاشت سنوات طفولتها ومعظم شبابها في حي إمبابة الشعبي. هي الراقصة المعروفة فيفي عبده. تزوجت الفنانة فيفي عبده 7 مرات، أنجبت خلالهم ابنتها الكبرى عزة من زوجها الأول كمال مجاهد رجل الأعمال السعودي. ديت عزة بنتها الكبرى من زوجها الأول السعودي. صور اليوم مع بعض. ثم أنجبت ابنتها الثانية هنادي من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل محمد الدراوي، ولديها حفيدة تدعى شهد. أنا مع الدراوي. كما نشرت فيفي عبده صورة لها وهي ترتدي البنطلون المقطع قبل انتشار هذه الموضة بكثير. دي صورتها بالبنطلون المقطع وهي في شبابها قبل الموضة دي ما تنتشر. سباقة دايما، أنا لابسة البنطلونات المقطعة من قبل ما تبقى موضة، على حسابها واخدة 27,000 لايك. ويقال أن التحية كاريوكا وجدت طفلة رضيعة أمام شقتها التي كانت تقيم بها في الدقي، وملأت هذه الطفلة حياتها وأطلقت عليها اسم عطية الله. وبعد أن اشتد المرض على كاريوكا طلبت من صديقتها الفنانة فيفي عبده وهي على فراش الموت أن تتبنى عطية بعد وفاتها. وبعد وفاة كاريوكا انتقلت عطية الله أو طاطا للإقامة مع فيفي عبده التي ترفض الحديث عنها، مبررة ذلك بأنها ترغب في إبعادها عن الأضواء لتعيش حياة طبيعية. وأضافت الكاتبة الصحفية ماجدة خير الله على حسابها على الفيسبوك: الراحلة تحية كاريوكا تركت الطفلة الرضيعة عطية الله أمانة لدى فيفي عبده وأوصتها عليها خيرا. واحترمت فيفي الأمانة وقامت بتربية عطية الله وكأنها ابنتها الثالثة وألحقتها بأفضل المدارس. وإذا سألت فيفي عبده عن أخبار الطفلة اليتيمة التي تركتها كاريوكا لديها تتوتر وتقول: اخفض صوتك، البنت ما تعرفش حاجة غير انها بنتي. ولم تتاجر فيفي عبده يوما بهذه الحكاية، طول عمرها اصيلة وصاحبة وجه. وفي ليلة ساحرة ضمت عشرات النجوم واتسمت بالبهجة والفرحة تم زفاف هنادي على رجل الاعمال شادي العزايزة في فندق فيرمونت هيليوبوليس. وكان حفل الزفاف بمثابة مهرجان فني، قاعة الاحتفال تم تنظيمها بشكل رائع حيث امتلأت القاعة بالورود البيضاء وتم تصميم ديكورات مبهرة في جنبات القاعة. هي بنتها الصغيرة فرحها العروسان مع محمد الدراوي وإيهاب توفيق. هنا 5 في عين الحاسدين من منة وفيفي. للنجمة فيفي عبده ابنتان هما عزة مجاهد والتي تعمل بعالم الفن، حيث لها عدة تجارب منها كيد النساء والقاصرات، ودائما ما يعرفها الجمهور بسبب الشبه الكبير في ملامحها مع والدتها الفنانة الكبيرة فيفي عبده. هي عزة مجاهد يشبهوا بعض. أما الابنة الثانية فهي هنادي الدراوي ابنة رجل الأعمال محمد الدراوي، وهي متزوجة حاليا من رجل الأعمال شادي العزيز. هي هنادي بنتها الثانية. وإليكم صور الحفيدة الكبرى للنجمة فيفي عبده وهي شهد.
ابنة الفنان عز مجاهد ورجل الأعمال الفنان محمود الدسوقي، وهي طالبة بالثانوية العامة بإحدى المدارس الأجنبية. ديت فيفي عبده مع حفيدتها شهد. إيه رأيكم تشبه لها؟ دي صور متفرقة لشهد حفيدة فيفي عبده. من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وفاة زوج ابنتها الفنانة عزة مجاهد، وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. ده محمود الدسوقي زوج عزة مجاهد، حماته فيفي عبده توفي مؤخرا الله يرحمه. وكتبت فيفي عبده معلقة: توفي إلى رحمة الله اليوم رجل الأعمال محمود الدسوقي زوج ابنتي عزة مجاهد، نسألكم الدعاء له. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ويصبرنا على فراقه، آمين يا رب العالمين. أيضا تعرضت شهد حفيدة النجمة فيفي عبده للإغماء في قاعة عزاء السيدات حزنا على والدها الفنان محمود الدسوقي الذي توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتلقت زوجته عزة مجاهد وأسرته وحماته فيفي عبده العزاء فيه بمسجد الحميدية الشاذلية في منطقة المهندسين. واصطحبتها صديقاتها وعدد من أهل والدها للهواء خارج المسجد، وأسعفوها بسيارة لإحدى مستشفيات المهندسين. أيضا من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة فيفي عبده عن نجاتها من حادث سيارة من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهرت فيفي في الفيديو وهي متشحة باللون الأسود حدادا على وفاة زوج ابنتها عزة، ومرتدية نظارة شمس سوداء. هنا هي بتعلن عن نجاتها من الحادث، والناس بيباركوا لها: الحمد لله على سلامتكم انت وعزة. على انستجرام، وكشفت فيفي عبده عن انه لولا اضاءة هاتفها التي كانت تسجل به فيديو لجمهورها كان الحادث سيودي بحياتها هي وابنتها، لافتة الى ان سيارة النقل على طريق مصر اسكندرية الصحراوي كانت سوف تصدم بسيارتها، ولكن عندما رأى إضاءة داخل السيارة انحرف عن طريقها. الحمد لله على السلامة. من ناحية أخرى، نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الفيسبوك، معلقة على الهجوم عليها بعد سفرها مع بعثة الفنانين لروسيا. وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: أرجوكم يا جماعة كفاية هجوم على الفنانين، عيب كده، انتوا هتفضلوا تصلخوا فينا ليه؟ وتساءلت باستعجاب: هو في فرح ما بيجيش فيه فنانين؟ أنا عايز أفهم، هل الفنانين دول مش بشر؟ دول محترمين جدا. وبالمناسبة، اللي مش عاجبه حد ما يتفرجش عليه، هو نفسي فيه ودفوع عليه، يعني عايز اتفرج وبعد كده اشتم؟ وعلى فكرة بعد ما تشتم انا هاخد الحسنة وانت هتاخد السيئة، انا عايزك تفضل تشتم من دلوقتي لمليون سنة، ربنا اختار لنا هذه المهنة ومحدش بيختار مصيره، وبعدين ما خوفي كان اعظم، احنا بنشوف ما بنتكلمش، ارحمونا بقى من الكذب والنفاق. ولماذا تتمنى موتي؟ لو ربنا عايزني دلوقتي هياخدني، وبعدين انا اتعزمت في حتت كتيرة، اتعزمت في البيت الابيض وما روحتش، وشفنا رؤساء كتير، وانا قلت قبل كده انا غلبانة زيكم، عملت نفسي بنفسي، لا ماما ولا بابا ولا تيتا ولا نينا، شوف لك مصحف واقرا فيه وسيبني انا لجهنم، انت مالك ومالي، ربنا يكتب لي أي حاجة هو عاوزها أنا راضية.
انا قبل ما انام بقول لربنا ما تاخدش روحي الا وانت راضي عني. ايه رأيك بقى؟ ولعلمك انا اعرف ربنا احسن من ناس كتير جدا. انا متأكدة 1000000% ان ربنا هيرحمني، والدليل انه بينجيني من حاجات كتير جدا. انا بعد ما سبت الشغل بقالي 5 سنين ماليش شغلة غير الايباد، وبحب اطلع لكم فرحانة. وكانت الفنانة فيفي عبده واجهت هجوما شديدا عقب حلقتها مع الاعلامي وائل الابراشي، مستنكرة الهجمة التي يتعرض لها الفنانون عقب زيارتهم لروسيا لمعازرة المنتخب المصري. ووجهت الراقصة رسالة لإدارة موقع اليوتيوب بسبب سحب قناتها عبر الموقع، رغم تقديمها المستندات التي تثبت ملكيتها للقناة. وعن الهجوم عليها بعد حلقتها مع الإعلامي وائل الإبراشي قالت: ربنا بيدي الواحد على قد نيته، أنا رقصت لعظماء الناس والرقص والفن دي حاجة محترمة.